السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض عصير المانجا الطبيعي زي اللي بتجيبيه من المحلات، واحسن كمان بحاجات بسيطة جدا. ناس كتيرة قوي بتقولك ناس كتيرة قوي بتقول عصير المانجا الطبيعي او عصير المانجا اللي انت بتجيبيه من المحلات عشان بيكون تقيل. في ناس بتقول ان هو بيزودوه جزر، وفي ناس بتحط عليه القرع اللي هو القرع اللي هو الاصفر. انا قبل كده شربته في محل وكان محطوط فيه الجزر، وكان الجزر بتاعه كان واضح فيه، كان الطعم كان واضح، فما كانتش حلوة خالص. فسألت قبل كده كافي تاني بجد، وكان طعمها كان جميل جدا، وما حسيتش بقى بأي تغيير فيها، وما حسيتش فيها بأي تغير فيها خالص. فكنت حبيت ان انا سألت الراجل صاحب الكافي، يعني هو انتوا حاطين عليها اي اضافات تانية او كده؟ ام قايل لي لا، احنا كل اللي بنعمله فيها ان احنا بنجيب المانجا، يفضل كمان المانجا اللي هي الصفرة، ما يكونش فيها مانجا خضراء، وكمان ما يكونش فيها اي حاجات سمراء. بتبقى المانجا الصفرة، وبنقطعها بالقشر بتاعها، بنعصرها بالقشر بتاعها، لان القشر بتاعها ما فيش فيه يعني مهوش تقيل زي ما انتوا شايفين كده اهو، بصوا خفيف. هو السرها بجد اللي بتجيبيها من عند المحلات الكبيرة بتبقى بالقشر بتاعها. هنا بقى انا معايا المانجا، ومعايا مقدار من السكر، ومعايا مقدار من المية السقعانة. طبعا المانجا عايزة اقول لكم ان احنا غسلينها كويس جدا، هقشرها كده معاكم اهو بسم الله بالقشر وبكله. هنا كده زي ما انتوا شايفين حبايبي، خلاص اديني قطعتها اهو، هحطها بقى في الدورق بتاعي بسم الله، وهضيف عليها المقدار بتاعي من السكر والمية طبعا. كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، انا جبت مصفى اهي، لازم تكون مصفى تكون ضيقه جدا عشان القشر ما ينزلش طبعا مع العصير. وزي ما انتوا شايفين اهي، ما شاء الله عليها، شوفوا لونها اصفر ازاي وجميله ازاي اهو. هقعد بقى اقلبها كده لحدايه لما العصير كله ينزل في قلب الطبق. بصوا كده حبايبي، خلاص انا صفيتها اهي، عشان لو انتي خايفه من القشر بتاعها، هدي الخلاصه خالص اللي في الاخر اللي هو كان القشر بتاعها. طبعا انتي بتصفيها في مصفى دقيقه كده زي ما انتوا شايفين، علشان خاطر في الاخر هيتفضل معاك القشر ده. طبعا احنا بقى هنرمي القشر ده دلوقتي. كده حبايبي خلص الفيديو بتاعنا، بجد عايزه اقول لكم العصير جميل جدا، احلى عصير مانجا تعمليه لاولادك، عصير طبيعي جدا من غير اي اضافات ومن غير اي نكهات تانية. بس كده حبايبي، ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو والاشتراك في القناه لو انت اول مره تشوف القناه، واشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامه.